أزمة السكن ناجمت عن ارتفاع الإيجارات الشقق والمنازل السكنية بمدينة تعز، أزمة يعدها البعض كحرب إضافية بسبب مفتعلي الأزمات فوق تلك التي أشعلتها الميليشيات الحوثية، وكانت السبب الرئيس فيما يعانيه اليمنيون اليوم من أزمات إنسانية ومعيشية متفاقمة. انقشع المؤجرين يشتوا بالعملة الصعبة الآن، وما توازي أضعاف من العملة القديمة اللي ما تسمى الحوان. طبعا مشكلتنا خطيرة جدا، يعني ما أعتقدش الآن تستأجر لا شقة ولا محل تجاري. صارت ارتفاع المساكن بشكل كبير جدا 100%، صار بعض أصحاب المساكن بل يطلب الآن أنه يتصار الإيجار بالسعودي مع شاشة اليمني، وأنتم تعلمون الوضع الذي يعيشه اليمنيين وانقطاع الرواتب وعدم استلام الرواتب شهريا، أيضا سبب مشكلة للمستأجر والمؤجر. بس صار المؤجرين مرة وما فيش هناك قانون إلى الآن يرتب العلاقة بين المستأجر والمؤجر مما ينظم العلاقة، ويكون الارتفاع بنسبة ضئيلة جدا. الآن هم الذي يزيد 100%. رغم صدور مذكرة بقرار حكومي حول أزمة السكن والحد من الارتفاع الجنوني بإيجارات الشقق والمنازل منع للاستغلال، إلا أنها تظل حبرا على ورق حد قول البعض، ما لم تكن هناك من آلية ملزمة ومنصفة لكل الطرفين المؤجر والمستأجر، وعلى ملاك العقارات التقيد بها. طلع قرار بعدم رفع الإيجارات، لذلك صمموا مالكين البيوت برفع الإيجارات، لكن ما فيش تطبيق للقرار هذا. في مدينة تعز ليس هناك من خيار أمام الباحثين عن سكن أو المستأجرين في ظل الغياب الحكومي أعد القبول بما سيتقرر عليهم من إيجار شهري قد يصل إلى 200,000 ريال يمني للشقة الواحدة، وقد يزيد عن ذلك، فهم مجبرون على الدفع أو ترك السكن والبحث عن سكن آخر. رمز مختار لقناة الغد المشرق تعز.